سفينويد ساينسز اللي هي الجيوب الأنفية الوتدية عبارة عن زوج من التجاويف الموجودة خلال جسم العظم الوتدي اللي هو Body of Sphenoid Bone. والسفينويد ساينسز موجودة أسفل السلة الترسيكة. بتتصل السفينويد ساينسز بالسفينوسمويدال ريسس واللي بيكون موجود مباشرة فوق السوبيريو نازل كونكا، وبيتصل السفينوسمويدال ريسس بالسوبيريو نازل ميتس، وبالتالي بيكون التصريف الخاص بالسفينويد ساينسز هو السوبيريو نازل ميتس، وده طبعا عن طريق السفينوسمويدال ريسس.